معرض سيلة الدولي يفتح أبوابه لمبدعين الشباب، الكتاب الذين أرادوا بداية فيها تلتقي الخبرة بعنفوان الخاطرة والقصة الصغيرة. هنا بزغ نجم سعاد الكاتبة التي أرادت في أول مشاركة لها إضافة إبداعات آخرين في كتاب عندما تشرق الشمس. باسكو كاين بزاف عباد حبوا ينشروا ومن بعد ما تلقاوش الفرصة، وكي جاتهم الفرصة هذه جاتهم كأنها شرقت عليهم الشمس. صادي بوم على بالناش حنا دوك في من هذه الخطوة، هذه ممكن كل واحد يدير كتاب وحده، ممكن ينجح، ممكن يولي كاتب مشهور ولا كاتبة مشهورة، ما على بالناش كيف. الفرصة التي لا تأتي غالبا بتحقيق المهم قد تكون أحيانا فارقة في تسلق سلم المبدعين، وهذا ما تسعى إليه بشرى بمشاركتها لخاطرتين فيه. نكتب اللغة العربية، شاركت بخاطرتين، رسالة قلب وخاطرة الخيبة، في لزوج خواطر المجتمع. الله يكونوا مبادرات أخرى باش مبادرات تفتح الأبواب للمواهب، للمواهب اللي حابة تبان، اللي ما لقيتش الفرصة باش أنها تظهر. هي نقطة البداية، وتتمناها الاثنتان طريقا للا محدود حتى تكون ولاية من أبواق ممثلة بقاماتها الإبداعية في الرواية والقصة وحتى الخاطرة.